عليك تسمع المنطقة إن إحنا جامدين أوي. ماشي يا محسن يا هداوي، ماشي يا محسن يا هداوي، ماشي يا محسن يا هداوي. مساء الفل. مفيش فل، مفيش فل، مش هسيبك، مش هسيبك يا محسن يا هداوي. خير يا باشا، أول مرة أدخل على سعادتك لا تقولي بفكر في إيه ولا جاي ليه. حسك في الدنيا يا باشا. لأن المرة دي أنا اللي عايزك يا محسن بيه. خير يا باشا. أقعد. أولاً أحب أبشرك بإن كل الطلبات اللي أنت طلبتها مني المرة اللي فاتت بتتنفذ وبمنتهى السرعة. ربنا يخليك لينا يا باشا ويخلي لك بوبس. المرة دي بقى إحنا لينا طلب عندك. أنت تؤمر. بالنسبة لمسألة الجواز احنا نرى انها خطوة غير مستحبة بالنسبة لك في الوقت الحالي. احنا نرى؟ مين احنا نرى دول يا باشا؟ الدولة. الدولة هي اللي مش عايزة؟ انت عارف ان لطفي الماظ واحد من اكبر رجال الاعمال اللي موجودين في البلد. الراجل وقف جنب الحكومة كتير وعمره ما تأخر عنها ابدا. هو حاليا مترشح لمنصب مهم قوي في الحكومة. والراجل جالي وشرح لي الموقف، قال لي انه كان عايز يتجوز مهاجة النشار وانه تقدم لها وكانت موافقه لغايه ما ظهرت انت. بقى انت عارف ان له عندها 100 مليون جنيه ومع ذلك ما خدش اي اجراء قانوني ضدها. احنا درسنا الموقف كويس والعقل بيقول ان محسن هنداوي لازم يفضل واقف على رجليه علشان يكمل، وان لطفي الماظ لازم يتجوز الست اللي في حكم خطيبته، وإن مهجة النشار لازم ما تدخلش السجن عشان تقدر تكمل حياتها بالطريقة اللي تليق بيها وباسمها وبسمعتها. ولا إيه؟ هو ده رأي الدولة؟ لا، ورأيي أنا كمان بشكل ودي كصديق لكل الأطراف. بص يا زومبي، أنا هتجوز مهجة غصب عن عين أم الدولة. قلقان عليك طول الليل، مال وشك متغير؟ كلمتك في التليفون 100 مره ما ردتش عليا. ما تكلمني يا محسن، في ايه؟ حصل حاجه؟ ايوه يا راجل. انا كنت واثقه انك ما نمتيش. الف مبروك يا موها. لطفي كمان ما كانش عارف ينام ابدا، اصله لما عرف الحقيقه بقى اتصرف على طول. هو اللي خلصك من الراجل الواطي اللي اسمه محسن هنداوي. انت رايح فين؟ انا ماشي. وسايبني؟ انا سايب البلد كلها. كله عشان اتجوز لطفي الماظ مش كده؟ بص يا موجه، انت مش حمل السجن ولا حمل النوم على البلاط، ولا انا كمان. كل واحد روح لحاله احسن. حسبتها يا محسن بيه؟ انا ما حسبتهاش علشاني، انا حسبتها علشانك انت. انا جيت بوصل لك كل حاجه. انا همشي، المركب لما تغرق كله بينط منها. وانت بقى عايز تمشي لوحدك وتسيبني؟ سيبيني في حالي يا موجه، الدوله لسه نايمه ما صحيتش. خليني اطلع منها على خير. رجلي على رجلك. انا رايح لندن. هاجي معاك بس وانا مراتك.
محسن بيه انداوي؟ اتفضلوا معانا. محكمة! حكمت المحكمة حضورياً على المتهمة مهجة عرف النشار بالسجن 7 سنوات مع الشغل، وعلى المتهم محسن محمود هنداوي بالسجن 15 سنة مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. يا سيدي ده سجن مش منتجع سياحي، دول طلبوا موبايلات دخلنا لهم بلازمات لابتوب، ده احنا اشتركنا لهم في النت. لا 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 ده كتير كتير. الله، الصحافة تقول عليا ايه؟ احتفل بعيد ميلاد سجين واجيب دينا ترقص وسعد الصغير يغني البلح البلح البلح؟ نعم، اؤمر يا محسن بيه. انا عامل اضراب وببلغ حضرتك رسميا بكده. اضراب؟ ايوه. اشمعنى انا اللي مش هعمل اضراب؟ اي حد بيعمل اضراب بيبقى له طلبات. ايه اللي ناقصك؟ يا سيد الطلبات جاهزة، ده قانون حق المسجون. شوف يا سيد، أنا معلم عليه بالقلم الأحمر. من حق أي مسجون متزوج أن يرتقي بزوجته اللقاء الشرعي مرة كل 45 يوم، يعني 8 مرات في السنة. أنتوا ليكوا عندي 10 سنين سجن، أنا ليا 80 مرة. إحنا نقسمها بقى، بدل ما يبقوا 80 مرة على 10 سنين نضربهم في شهر واحد ونخلص. أنا هوقف إيه المال عندكم؟ أنت بتقول إيه؟ ده سجن محترم مش شقة مفروشة. طيب أنا بحملكم المسؤولية كاملة، أنا هبلغ جميع جمعيات حقوق الإنسان، هبلغ جمعيات الدفاع عن سجناء الرأي. مين؟ سجناء الرأي، هوصلها للأمم المتحدة، هبلغ أوباما شخصيا. حرام حرام عليكم، أنا بعمل حاجات ما عملتهاش من أيام ما كنت في الإعدادية. إيه؟ حرام، من أيام ما كنت في الإعدادية ما كنتش بعمل حاجات. خلاص فهمت فهمت. هم كل يوم الصبح فهمت مش كده. تمام يا فندم، الاستاذ عبد المنصف والاستاذ لبيب المحامي بيستاذنوا سعادتك في الدخول يا فندم. خليهم يخشوا. امرك يا فندم. وانت بتعمل ايه؟ اهو حجه في الشؤون القانونيه، انا ليا الحق اعمل اضراب ولا لا؟ اضراب ايه يا محسن بيه؟ الف مبروك، لجان البنوك وافقت على مشروع الجدوله والسيد النائب العام اصدر امره بالافراج عنك. وعادي قرار النيابه بالافراج. وموجة خرجت بالسلامة النهاردة الصبح، ورايحين دلوقتي اجتماع عند نظام بيه عبد الدايم، عايز يقعد معاكم. سك على الإضراب يا باشا. الظاهر إنها تسوية شاملة، كان لازم الدولة تعمل كده كده الناس تعرف تشتغل. زي ما قلت لحضرتك كده، ده مش مجرد تصالح، ده عبور اقتصادي، لان الاقتصاديه بتاثر على الصلاحيه في السكاس مستكيتس. وهنا اجتماع اللجنه؟ هو هنا اجتماع اللجنه؟ لا، هنا موقف احمد حلمي. اتفضل. امال موج هانم فين؟ ولا انا شايف محسن بيه؟ ده مش نظام. النظام اتغير، نظام بيه عبد الدايم خلاص مشي، واحنا جايبينكم النهارده كلكم عشان نرسم مع بعض ملامح المرحله الجديده. الدوله رأت ان سجن رجال الاعمال وهروبهم خارج البلد مش في مصلحه اي طرف من الاطراف، عشان كده بعد التسويه والتصالح اكتملت اضلاع المثلث، الحكومه، رجال الاعمال، الشعب. عشان كده لازم نتكاتف كلنا ونوصل بسفينة الوطن لبر الأمان. وإحنا نرى الله، إحنا نرى برضو، إحنا ما تعرفناش بسيادتك. فكري جديد. الأمور ده اللي في الصورة ابن سعادتك؟ أيوة، باسم ابني. باسم.